في الفيديو راح احكي عن السؤال اللي انسأل انه شو نظام التمرين وانا صايم، شو افضل اوقات للتمرين برمضان، كيف احنا نرفع ونقلل الانتنسيتي، ومين الناس اللي بيقدر يرفع الانتنسيتي ومين ما بيقدر يرفع الانتنسيتي برمضان. وباخر الفيديو راح اعطيكم نصيحة كتير كتير مهمة، تابعني للاخر. اهلا وسهلا فيكم في يوم جديد وفي حلقه جديده من وين عمالكم بتتابعوني، يسعد صباحكم ومساكم من اي مكان في العالم. اول شيء بمناسبه اقتراب الشهر الكريم، رمضان كريم على الجميع. هلا السؤال اللي اجى من صديق على الصفحه انه انا بدي اتمرن برمضان وانا صايم، فشو النظام التمرين؟ هلا هذا السؤال كتير واسع، انا ما بقدر احدد، يعني ما في مدرب محترم شاطر رح يقدر يحدد جواب لهذا السؤال بناء بس على هاي المعلومة. فانا رح اعطي اكتر من سيناريو بالفيديو للناس اللي عمالها بتتمرن برمضان، لانه انا ما بعرف شو المستوى التدريبي تبعك، قديش الك عمالك بتتمرن، شو النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه، شو الانتنسيتي اللي بتتمرن فيها. فهاي الاشياء كلها العوامل بتحدد نظام تمرينك في رمضان. بس انا راح اعطي بالمجمل كيف انه ممكن الواحد يتمرن وهو صايم، كيف الواحد يتمرن وهو مش صايم او بعد الصيام، يعني بعد الافطار، وشو الاوقات المناسبة وشو احسن اوقات انه الواحد يتمرن فيها. فهلأ راح ابدأ على فرض انه انت لسه جديد. فإذا أنت لسه جديد وأول مرة بدك تتمرن في رمضان، أو أول مرة عمالك تتمرن لسه مش كتير الانتنسيتي تبع تمرينك كتير عالية، فأنت بتتمرن تمرين عالي، فبإمكانك تتمرن وأنت صايم. هلأ لو تمرنت 3 أيام بالأسبوع إلى 4 أيام، هدول مناح وزيادة. برضو بفرق معانا كتير الهدف، يعني شو الهدف تبعك برمضان؟ هل أنت بدك تنحف؟ ولا هل انت بدك تعمل مينتيننس؟ ولا هل انت بدك تزيد وزن؟ هذه كلها الاهداف بتفرق معانا برضو في نظام التمرين. فخلينا نفترض انه انت هلا بدك تحافظ على الشيب تبعك، وتحافظ بس على انه ما تقطع تمرينك خلال رمضان، اكلك كويس، فانت عمالك بدك تتمرن وانت صايم. فالتمرين وانت صايم بشكل عام، لانه الواحد ما بيشرب مي ومش ماكل خلال النهار كله، راح يكون الانتنسيتي تبعته كتير اقل. ليه؟ لانه انت ما في عندك جلايكوجين عماله بدخل على العضله شوي ديبليتد، ما في مي، فهاي الاشياء كلها بتاثر على الانتنسيتي تبع التمرين. فالتمرين بيكون تمرين بدنا نقول من بسيط الى متوسط، فانت بامكانك انك تتمرن تمرين عادي. يعني اذا انت ماشي مثلا على سبليت برنامج، يوم عمالك تعمل صدر وباي، يوم عمالك تعمل كتف تراي، يوم عمالك تعمل ظهر، ويوم عمالك تعمل رجلين، مرن 4 تمارين في الأسبوع تمشي عليهم نفسهم بنفس التمرين، بس الانتنسيتي تبعتك بتقللها. هلا شو أفضل وقت للجميع إنه يتمرن فيه وهو صايم؟ أنا شخصيا بفضل الوقت اللي هو دايركت قبل الفطور، يعني تخلص شغلك بتروح على الجيم، أول ما تخلص من الجيم يكون تقريبا موعد الأذان، يعني تتحمم وتروح بعدين تفطر. هذا بيكون افضل اشي، لانه انت العضلات بتحتاج كربوهيدرات، بتحتاج بروتين، تدخل دايركت عليها، فانت بتكون تمرنت اللي هو الفاستد ودايركت تدخل بتعطيها اللي بتحتاجه. اللي بتمرن خلال النهار اول شيء ممكن يعطش كتير وممكن يتعب وممكن يدوخ. هلا اذا واحد مش عماله بيشرب مي، الديهايدريشن بيعمل له دوخه، عشان هيك بنقلل الانتنسيتي تبع التمرين. الاكسجين برضه بيفرق معك، ممكن يعمل لك دوخه، فراح تحس حالك كتير تعبان خلال النهار. فيفضل انك تتمرن بالضبط قبل الفطور، قبل الافطار، قبل موعد الافطار، وبعديها بتروح وبتاكل. واكلك خليه دائما انه ما يكون، ما تفطر اول اشي على سكريات، ما تفطر على عصير، افطر على اشي يكون فيه بروتين عالي وفيه كربوهيدرات. فهذا لافضل وقت للتمرين في رمضان. هلا اذا ما بتقدر تتمرن بهذا الوقت وبدك تتمرن قبل بشوي، او بدك تتمرن الصبح، برضه بترجع بتنزل الانتنسيتي كمان اقل. يعني كل ما انت بعدت عن وقت الفطور في تمرينك، حاول انه الانتنسيتي يكون قليل
ويعني غالبا يكون لايت كارديو حتى مش تمارين هيفي. كل ما قربت على موعد الإفطار بإمكانك ترفع الانتنسيتي. الناس اللي بتتمرن بعد الإفطار فضل إنك تفطر تأخذ ساعتين وبعديها بعد بساعتين تهضم شوي. طبعا فطورك لازم يكون برضو خفيف، ما تكون مفطر فطار كتير تقيل وتخبص الدنيا، لأنه بعديها لما تروح تمرن حتحس بخمول. فتروح مثلا بعد بساعتين أو ثلاثة وتتمرن بهذا الوقت، بس هاد الدنيا بتكون صارت اوريدي ليل. بعد التمرين بترد بترجع بتاكل كمان وجبه، واذا انت عمالك حاول تعمل مينتيننس او بلك كانك تاخذ بروتين شيك دايركت بعد التمرين وترجع تاكل كمان وجبه او لسحور. فهذا للناس اللي بتتمرن بعد الافطار. افضل وقت انا شخصيا بالنسبه لي اللي بحبه للتمرين هو على وقت الافطار، بس هيك انت مش راح تروح على ولا عزومه ولا راح تقدر تعمل اي شيء. اذا بتمرن يعني خلينا نقول 4 مرات في الاسبوع او 5 مرات في الاسبوع، عندك هدول الخمس ايام انت مش راح تفطر فيهم مع حدا. انا شخصيا بمشي معاي هذا النظام وبحبه، فانا على وقت الافطار باخذ مثلا بري ورك اوت او قهوه مع تمر وبتمرن، بخلص تمريني. ليه؟ لانه هيك بامكاني اشرب مي خلال التمرين. انا بشرب كثير مي خلال التمرين، ودائما بنصح الناس تشرب مي خلال التمرين. فخلال التمرين انا بشرب تقريبا 2 لتر، فبإمكاني إني أشرب المي اللي بتلزمني. أنا بني آدم بعرق كتير برضه، فبلزمني إني أعوض سوائل. باخد بري وركات، أنا بحب البري وركات أو القهوة مثلاً قبل التمرين عشان بتعطيني شوية تحفيز، برضه بتخلي التمرين تبعي إنتنسيتي. هلأ أنا متقدم في تمريني وأنا تمريني كتير الإنتنسيتي تبعه عالي، لأني مش حابب أنزل الإنتنسيتي تبع التمريني، فيا بتمرن على وقت الإفطار يا رح أتمرن بعد الإفطار وبعد الوجبة الأولى. بس أنا شخصياً ما عندي مشكلة إني أتمرن ومعدتي فاضية، بس بحب أتمرن إنه أكون بقدر أشرب مي أو أقدر أشرب، حتى مرات بشرب كربوهيدرات خلال التمرين، فهذا برضو بساعد على البمب، بساعد على الجلايكوجين إنه يدخل على العضلة. فهاي الأشياء بتساعدني إنه ضل الانتنسيتي تبع التمرين عالي، فأنا بضلني قاعد في مرحلة التطور. بس هذا أنا شخصياً، مش كل الناس تمشي معها، وشوي صعب للناس إنها تروح على وقت الإفطار وتتمرن. فانت يا بتخلي تمرينك دايركت قبل الافطار وبتخفف الانتنسيتي تبعته، يا بتعمله بعد الافطار بساعه ساعتين. هلا نيجي للسبلت تبع التمرين. شو احسن سبلت اني اعمله كتمرين؟ بغض النظر شو السبلت اللي انت عمالك تعمله، الانتنسيتي هي اللي بتهمك. فاحنا حكينا مثلا اذا انت بتمرن 4 مرات في الاسبوع بامكانك تتمرن على نفس البرنامج اللي كنت ماشي عليه. اذا انت لسه مبلش برنامج جديد تمشي على البرنامج الجديد اللي مشيت عليه. فمثلا انت لسه ما عندك ولا برنامج ولسه اول مرة عمالك بتبدا، عادي بلش يوم مثلا تشيست مع ترايسبس او تشيست مع بايسبس، بعدين نعمل باك مع ترايسبس، بعدين بنعمل رجلين، بعدين بنعمل كتف مع ابس. ممكن تدخل الابس بكل التمارين برضو. فهاي انت هيك شملت الجسم كامل. انت بهمك انك تشمل العضلات كاملة. هلا للناس اللي بتعمل مثلا ايام يوم تمرين يوم كارديو يوم تمرين يوم كارديو، بامكانك برضو تمشي على نفس النظام. للناس اللي بتعمل بوش بول ليجز برضو بامكانك تمشي على نفس النظام، يعني يوم البوش يكون اللي هو فيه شولدر، احنا بنعمل كتف مع صدر مع ترايسب، ويوم البول بنعمل فيه ظهر مع بايسب، ويوم الليجز بنعمله فول ليجز كامل. بامكانك برضو تمشي على هذا السبلت اذا بدك تتمرن بس 3 ايام بالاسبوع. فانت تتمرن 3 ايام. هلا الانتنسيتي لما بدي اخففه، مثلا انا عمالي بتمرن 3 ايام هدول اللي بيسمحوا لي بالاسبوع، اذا صح لي اروح كمان يوم او يومين على الجيم راح اعمل فيهم كارديو. فانا راح امشي على بوش بول ليجز عشان اشمل كل شيء. طيب اكم تمرين انا بدي اعمل مثلا على البوش، واكم تمرين انا بدي اعمل على البول، واكم تمرين بدي اعمل على الليجز. نرجع لنفس الأساس. إذا أنت ماشي على برنامج معين، وأنا بحكي طبعا للناس اللي بتمرن على صيام، يعني السؤال كان من أخ أنه عماله بتمرن على صيام، فأنا عمالي بحكي هون للناس اللي بتمرن على صيام. إذا أنت عمالك بتتمرن وإنت صايم مثلا قبل الإفطار، ماشي على تمرين بوش بول ليجز، أنا بسمح لك أنك 3 أيام بالأسبوع بس أنك تتمرن فيهم، فبدك تشمل كل شيء. هون راح تمشي على انه اكم تمرين انا اعمل. طيب انا بالايام الطبيعيه مثلا بعمل انتنسيتي عاليه شوي، بعمل فوليوم تريننج،
ماشي على برنامج فيه عدد جولات كتير عالي وعدد تمارين عالي، او انا ماشي على برنامج كتير هيفي. هلا اذا انت ماشي على برنامج كتير هيفي ويت بتقلل الويت، اذا انت ماشي على برنامج كتير عالي بالجولات بتقلل الجولات. هلا اذا انت بشكل عام لسه عم تبدا، يعني عندي 5 تمارين مثلا انا بعملهم على الليجز، هدول مش حابب اغيرهم ومش حابب اقلل منهم، اوكي بنضلنا على ال5 تمارين. بس اذا انا كنت اعمل 4 ل5 جولات على التمرين بصير اعمل 3 بس. اذا كنت ارفع والله 120 كيلو على السكوات بصير اطلع بس 70 او 80. فانا بخفف الانتنسيتي، بزيد التركيز. حاول انك تكون بس عندك تركيز اكتر على العضلة بويت سأل، فانت بتعمل استيميوليت للعضلة، لسه عمالك بتشغل العضلة بطريقة حلوة، بس مش عمالك عندك ارهاق واجهاد، يعني ارهاق ومجهود كتير عالي عمالك بتحطه، فما بتدوخ وما بتتعب وما بيجيك هذا الديبليشن. فهون بصير انت بدك تلعب بالانتنسيتي حسب قديش شايف. طبعا اجين لو انا بدي اعطيك هلا برنامج وانا ما بعرفك مش رح يزبط، فلازم واحد يكون طبعا 1-to-1 عشان اكتب لك برنامج خاص فيك بناء على الانجريز اللي عندك وبناء على الاكل اللي عندك وبناء على كم من يوم عم تتمرن. هذا بصير كله اشي خاص. فانا هلا عمالي بحكي بالعموم. هلا كيف طب انا بدي اجي لكمان فرضيه، طب انا لسه برضه ما عارف، يعني فهمت عليك ان دل الانتنسيتي وكذا، بس انا لسه مش عارف شو الانتنسيتي اللي بدي اتمرن عليها. يعني انا بالايام الطبيعيه بتمرن اوكي وبعمل بوش وهيك، طب كيف يعني انا احدد الانتنسيتي؟ هذا ببين معك في اول كم من يوم برمضان. فانت خلينا نقول اول يوم رحت تتمرن فيه، رحت بلشت في تمرن تمارين خفيفه، خففت كثير، لقيت حالك نازل مثلا من 100% كان التمرين صرت نازل ل 50%. روحت على البيت لقيت الوضع عادي وما حسيت، يعني ما في سورنس ما في تعب ولسه في نشاط وكذا وكل شيء تمام. لقيت انه انت بامكانك ترفع زياده شوي، فبتروح على اليوم اللي بعده ترفع ل 60-65% من الانتنسيتي اللي انت كنت ماشي فيها، من المجهود اللي كنت تحطه. لقيت انه هذا لسه اوكي انا مسيطر عليه، ترفع مثلا ل 70% باليوم الثالث، راح تلاقي انه على 70% والله انا هيك مبسوط، اعطيت التمرين حقه وبنفس الوقت ما اذيت حالي وما وصلت لمرحله اني صير بدي افطر مثلا او انه بدي اغير تمريني كامل او هذا، لا انا هيك وصلت، هذا هو الرقم، هذا هو البفر زون اللي انا مبسوط فيه، حضلني فيه، بتكمل فيه لاخر رمضان. هلا مش شرط انك ترفع، اذا بتصير بدك ترفع الانتنسيتي وبدك مثلا ترفع تمرينك يصير كتير اشد وكتير اقوى، يفضل انك تتمرن بعد الفطور. نصيحه ثانيه راح اعطيها باخر الفيديو، بغض النظر شو الجول تبعك، انت وين حاليا في مرحله التطور مثلا بالفتنس عندك او بجسمك، وين عمالك بتوصل. خلينا نقول بدك تنحف، بدك تعمل شريد، او بدك تعمل بلك. بكل هدول الثلاث مراحل يفضل انك تنزل وزن في رمضان قد ما بتقدر، لانه مع الصيام اذا الواحد ما بخبص اكل وعارف شو اللي عماله باكله ومسيطر، فاهم اصلا مبدئيا فكرة الصيام صح. الصيام هو عبارة، يعني رمضان هو عبارة عن شهر طاقي وانت المفروض تشحن طاقيا، فانت المفروض تقلل الاكل اللي عمالك بتاكله او تقلل الكونتاكت تبعك بينك وبين الارض، فأي إشي إيرثي أي إشي أرضي عماله بيجي بدنا نخففه. فهاي هي فكرة إنه أنت الصيام هو مش جوع ومش عشان أنت تحس بالناس الفقراء. ففكرة الصيام هي طاقيا، فأنت بدك تشحن طاقيا، بدك تواصل مع ربنا أكثر. أنا ما إلي إني أحكي في الدين، بس أنا بحكي لك كل فكرة مفهومي أنا عن الصيام واقتناعي أنا عن الصيام. فأنت بدك أصلا هيك تخفف أكل عشان تضلك الطاقة تبعتك أعلى. فعشان هيك كل الناس خفف أكلك، حاول إنك تنحف وتنزل قد ما بتقدر تنشف برمضان. هلأ بعد رمضان طريقة فتحك للأكل ببين معك، إذا أنت فتحت مثلا بالأكل منيح رح يرفع عندك مصل ماس، إذا ضليتك ماشي على نفس السيستم رح تضلك في مرحلة النشافة. إذا مشيت على أكل محدد إنك بس بدك ترفع شوية مصل
او السترينث تبعتك بنفس الشكل اللي انت فيه برضه بامكانك. هذا بصير يعتمد على الاكل كيف بدنا نفتح احنا بعد رمضان، وكيف انا بدي اغير النظام الغذائي تبعي بعد رمضان، وبرضه نظام التمرين كيف راح ارجع للانتنسيتي العاليه وارجع للوجبات الاكثر وهيك. فهون هاي النقطه كثير مهمه، انه اذا انت مشيت عليها بغض النظر شو البرنامج تبعك وشو النظام اللي انت او شو الجول اللي انت ماشي عليه، حاول كنصيحه حاول انك تنشف برمضان، حاول انك تنزل كم من كيلو برمضان، عشان بعديها انت بامكانك تكمل بناء عليه على بيس حلو. بتمنى لكم شهر جميل وشهر خير على الجميع، وان شاء الله بتوصلوا لكل الاهداف تبعتكم. بشوفكم في الفيديو الجاي. هلا في اول فيديو راح احكي عن السؤال اللي انطلب مني، اللي هو كيف اتمرن وانا صايم، او نظام التمرين وانا صايم، شو افضل اوقات للتمرين، نظام التمرين وانا صايم شو افضل اوقات للتمرين كذا عنه، وايش ثاني اوكي